مجلة عالم الدواجن تقدم. ونرحب في هذا اللقاء بالدكتور محمد نظيم، رئيس مجلس إدارة شركة رايفل فارم. اهلا بحضرتك يا فندم، ويعني نتمنى يكون انطباع حضرتك عن المعرض أجرينا هذا العام افضل من العام الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معرض أجرينا السنة دي حاجة مشرفة جدا، يعني انا شايف ان ما شاء الله اقبال هايل، ما شاء الله الاقبال بصراحه اقبال تاريخي على، يعني انا شايف السنه دي اعلى سنه كان فيها اعلى الدورات، ما شاء الله، ومن اعلى الدورات، في مشاركات كبيره جدا على مستوى الحضور، على مستوى الاودينس نفسهم، على مستوى الشركات، على مستوى الدكاتره، على مستوى شركات الاعلاف. ده ما شاء الله السنه دي المعرض متالق بقوه، اعتقد انه اقوى معرض في الشرق الاوسط السنه دي معرض أجرينا مصر. صحيح. دكتور محمد، كنا عايزين نتعرف على اهم الخدمات او المنتجات اللي انتم بتقدموها من خلال الجناح بتاعكم للمربين والمستثمرين في مجال الدواجن. في الحقيقه احنا مصنع رايفل فارم من المصانع الحمد لله الرائده في صناعه الادويه البيطريه واضافات الاعلاف. مصنع مش بس شغال دواجن، احنا الحمد لله شغالين في قطاع الدواجن، قطاع الماشيه، قطاع الحيوانات الاليفه، قطاع الاستزراع السمكي. الحمد لله لينا منتجات مختلفه سواء سوائل او بودر بتغطي كل احتياجات المربيين على كل المستويات. هل التصنيع محلي ولا حضرتك وكلاء يعني براندات اجنبيه؟ لا، احنا مصنع موجود في مدينه بدر في القاهره بيصنع اضافات الاعلاف والادويه البيطريه. المصنع الحمد لله كل منتجاته منتجات محلي مصريه، وبدانا الحمد لله ننافس الفتره الاخيره في اسواق خارج مصر، بدانا ان احنا بنصدر بعض المنتجات لدول افريقيه وبعض المنتجات لدول الخليج. تمام. كنا عايزين نتعرف اكتر على المنتجات الخاصه بالدواجن. احنا في الحقيقه بنغطي كل المنتجات المحتاجه بالنسبه لقطاع الدواجن، سواء من رافع المناعه، سواء من موجبات البلغم، سواء من محسنات الاداء، سواء من محسنات الوزن، سواء من مضادات الكوكسيديا، سواء من مضادات الكوليستريديا. بنغطي كل السيكتور الحمد لله بكل مجموعه منتجات مختلفه. كويس. ايه طموحاتكم للتوسع في المرحله القادمه باذن الله بالنسبه لرايفل فارم؟ باذن الله احنا في رايفل فارم زودنا عدد خطوط الانتاج بتاعنا. الحمد لله احنا بنتميز عندنا 4 خطوط سوائل و5 خطوط انتاج بودره. الفتره الجايه ان شاء الله هنزود عدد من الخطوط، عشمالين باذن الله بتوفيق من ربنا ان احنا نقدر نصدر اكبر قدر من المنتجات ديت. اولا هي هتفيد البلد، هتفيد رايفل على مستوى القطاع، هنقول للعالم كله ان احنا جايينه بقوه في مجال انتاج اضافات الاعلاف باذن الله ان شاء الله. يعني هدفكم في المرحله القادمه التصدير. التصدير ده رقم 1 بالنسبه لنا. احنا قدرنا الحمد لله الفتره الاخيره نصدر اكتر من منتج في دول افريقيه ودول الخليج، لكن احنا عشمانين ان شاء الله ان احنا نصدر لاينز كامل بتوسع في اكتر من دوله باذن الله. باذن الله. وبالنسبه محليا طبعا الحمد لله مغطيين السوق المصري بشكل جيد. احنا مغطيين كل القطاعات الحمد لله، سواء قطاع زي ما قلت لحضرتك الدواجن، الماشيه، قطاع والبيت انيمال والاكوا كلشر. دخلنا في الاستزراع السمك الفتره الاخيره وقدرنا نقدم بعض المنتجات. ايه في الاستزراع السمكي؟ قدمنا اكتر من منتج، في منتج عباره عن بروبيوتيك واحماض امينيه، في منتجات تانية عباره عن مالتي فيتامين واملاح واحماض امنيه برضو تزق الاسماك بتحتاجها. ممتاز. نتمنى لكم دوام التوفيق والتقدم، ومن سنه لسنه نشوف شركه رايفل فارم في نمو مستمر يا دكتور. ان شاء الله. شكرا جدا يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. انا لا اسعد. شكرا يا فندم، متشكر جدا لحضرتك. الله شكرا.